بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد تحلى علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها امين بدانا بنعمه الله الكرسي الثاني في تاريخ الفكر الكريستولوجي من المره اللي فاتت وبدينا من مرحلة من نياحه البابا كيرلس الاول عمود الدين والظروف المحيطة بالفترة الأخيرة من حياته ونيحته، والأوضاع كانت شكلها ايه؟ وازاي عانى كثيراً في الفترة الأخيرة من حياته بالإدعاءات الكاذبة الخاصة بمصالحة 433 وردوده القاطعة الواضحة على هذه الادعاءات ولكن للأسف هذه الادعاءات لم تنتهي آه وفضل الصراع فيها في تصاعد طبعا الوضع ده ورثه البابا ديسكورس وشفنا ازاي كان الاصحاب الطبعتين ليهم خطه اه ان يرسموا اسقفه لهم نفس الفكر مهما كان عدم صلاحيتهم اه ان ينشروا التعليم والترسيخ للادعاءات يحاولوا يرسخوها وطبعا كان واقف يتصدى لهذه الامور البابا العظيم البابا ديسكورس بطل الارثوذكسيه العظيم طبعا الشرق كان في ناس ارثوذكس كتير عانوا من هذه الامور وما كانش ليهم ملجا يلجاوا له غير البابا ديسكورس شفنا بعض المواقف المرة اللي فاتت و نماذج من الاحداث اللي كانت بتحصل ايه وعرفنا ازاي ان كالبابا ديسكورس متحمل كتير وكان اكبر معاون لي الوافي المخلص لكرسي الاسكندريه وللبابا كيرلس قبل البابا ديسكورس كان هو رئيس المتوحدين أطاخي كان له مكانة كبيرة في القسطنطينية وكان له صيت مقدس منتشر في الشرق كله كرئيس متوحدين عاش سنوات طويلة في الوحدة زاهد في الدنيا وما فيها ولكن كان مخلص للإيمان وكان له ابن روحي في البلاط الملكي فكان عن طريق محبيه بيقدر يصعد الأمور للإمبراطور وخصوصا الناس اللي كانوا بيعانوا ومش لاقيين حد يسمعهم فكانوا لما يلتجؤوا له فكان بيساعدهم ويخدمهم في هذا الأمر شرحنا بعض التفاصيل مش عايز أعيد تاني النهاردة هندخل في مرحلة مهمة جدا جدا في تاريخ الفكر الكريستولوجي في هذه المرحلة وتعمدت انها اعتمد في هذه المرحلة على مراجع كبيرة مش من عندنا هذه المراجع اللي اصدرها ونشرها الخلق الدنيين انفسهم طبعا عرفنا ازاي ان كان بيقود الفكر الشرقي او الخاص بمدرسة انطاكيا اللي بيؤمن بالطبعتين كان سؤدوريتوس وازاي ان كان مهيمن على ديمنوس اللي له نفس الفكر وازاي بدأوا يرسموا ناس لا صلاحية لهم حتى من قبل ديمنوس من أيام يوحنا الأنطاق نفسه رسم هيبة الذي تطاول على البابا كيرلس ورغم تطاوله واتجاهاته المعروفة رسمه برضه رغم تنبيه بروكلوس أسقف القسطنطينية ليه مما يدل أن في نية وفي اتجاه فكري راسخ عندهم مش عايزين يتراجعوا عنه خالص جه ديمنوس بقى زود كان منقاد بسيودوريتوس وازاي رسموا شخصيات اه ما كانش ممكن حد يتخيل ان هم يدخلوا الكهنوت حتى ولو برطب بسيطة يجيب واحد زي ايريناوس الكونت القائد اللي كان منفي كان في فترة طويلة الملك سيودوسيوس ويخلوا أسقف على صور وده يجيب ناس ويرسمهم قريبه وبجوار سوء العقيدة والإيمان كان في انحراف شخصي ليه وللي بيجيبهم وكان الأرثوذكس في الشرق يعاني من كل هذه الأمور بعد فترة جاء أسقف تاني للقسطنطينية بعد نياحة بروكلس اسمه فيليفيان شخصيته كانت ضعيفة شوية ومتأثر بالفكر بتاع أنطاكيا برضو كان ملوش دور بل بالعكس كان ممكن يتواطأ برضو مع الشرقيين اللي هم لهم فكر ما هوش ارثوذكسي من المراجع اللي بنعتمد عليها بصفة خاصة قلت لكم كتاب اسمه مضمون المجمع الخلق دوني اللي كان نشره الكاثوليك سنة 1694 وكتاب تاريخي قوي ايضا نشر في انجلترا لسيلرز اسمه ذا كونسل اوف فسيلرز يقول بان فليبيانوس كان يفتقر للثبات وكان خائفا من اصحاب الطبيعه الواحده ومن رجال الامبراطور الذين كانوا في جانب أسقف الإسكندرية. ده كلام سيلر. وكان في ذلك الوقت أهم شخصية في الأمور الكنسية في العاصمة هو رئيس المتوحدين أوطاخي الذي كان بمثابة أسقف الأساقفة حسب تعبير سيلر يعني. وان العظيم كريسيفيوس اللي هو ابنه الروحي كان ابن جيد له هو واخرون في البلاط ممن كانوا معجبين بشخص قضى وقت طويل في الوحده وكان له سمعه خاصه في القداسه وايضا العالم الرهباني وقره كقائد متميز رغم اننا هتناول احداث تاريخيه لكن حريص ان اجيب روايات بنصوصها كما هي لان المرحله اللي هنتكلم فيها في الموضوع في المرحله ده هي تحسسة جدا لها نقط خلافيه خلافيه كبيره فعشان كلامي ما يتاولش او حد يفتكر ان احنا منحزين او بنستنتج استنتاجات خاصة او نقولها حريص حتى الجانب التاريخي يكون موثق فمعلش هيبقى في تطويل شوية او ملل لإن احيانا الاسلوب اللي بقتبس منه ما بيبقاش سلس بيبقى فيه حاجات مترجمة وحاجات مكتوبة بلغة قديمة وزي ما قلت لكم حتى في الهجاء والكتابه ممكن بطريقه غير اللي احنا بنكتب بيها لكن مرحله حرجه وحساسه تتطلب الدقه وتتطلب التوثيق لانها تفاجئ بحاجات وتفاصيل يمكن كتير ما سمعش عنها قبل كده تول في القسطنطينية كما قلنا فإن رئيس الأساقفة في كان يفتقر إلى القرار ووقف خائفا من مؤيدي عقيدة الطبيعة الواحدة والمسؤولين الإمبراطوريين الذين كانوا على استعداد أن يأخذوا جانب أسقف الإسكندرية متوقعين المكافأة المادية الكبيرة زي ما قلت لكم كان دايما يقولوا على مني كانت مصر غنيه ما دي بقى الحاجات اللي الواحد بقول اكتشفناها في كتب التاريخ القديمه كانوا بيتعاملوا مع مصر دي يعني اعظم دوله في العالم وكاغنى دوله في العالم فيقولوا اه عشان بقى يعني من ابرشيه غنيه او كرسي غني فبيبقى له نفوذ فبيقول متوقعين المكافاه الماديه الكبيره في هذا الوقت كان اهم شخص في الشؤون الكنسيه بالعاصمه هو الارشي من اوطاخي الذي كان يمكن ان يتصرف مثل اسقف الاساقفه هم بيقولوا كده نظرا لان لهم كانوا الشعب بيوقروا قوي فكان في نوع من الضغينه عليه شويه كان كريسيفيوس كان ابنه الروحي وهو مع كثيرين آخرين في البلاط الملكي يجب أن يكون قد تأثر كثيرا بشخص بعد أن مض أمضى سنوات طويلة في الوحدة اكتسب سمعة خاصة للقداسة ده طبعا كلام سيلر ايه طبعا في سنة 448 وما قبلها شوية أصبح لهم نشاط كبير اللي هو الفريق الشرقيين اللي هم مش أرثوذكس أصحاب الطبعتين وأيضا أصبح كرد فعل أو مقاومة أو يتصدي ليهم، في دور للأرثوذكس قوي كان أطاخي له دور كبير فيه، إحنا قلنا كان إيريناوس ترسم أسقف، كان فكره منحرف أكثر من نسطور وأخلاقيًا أيضًا وكان متزوج مرتين. يعني من كل المق... بكل المقاييس مخالف للشرع الكنسي تماما، للشرائع الكنسيه. وكانت رسامته زي ما قلنا البابا ديسكورس بعت لهم وطلب ببطلان رسامه اريناوس. لكن لم يستجيبوا. ردوا عليه بوقاحه قالوا له احنا ايه مش حرمنا نصور وخلاص بقى في وحده بيننا وبين القديس كرولوس عايز مننا ايه تاني؟ ويدعوا بقى ان الواجهه المصالحه دي كانت ايه زي ما اتكلمنا عنها قرص كامل قبل كده. فبمساعي من اوطاخي صدر مرسوم ملكي بعزل ايريناوس في 17 فبراير 448 ميلاديه. ده في مرجع تاني اسمه تاريخ كنيسه انطاكه لخريستوموس بابا دوبلوس بحاول اجيب مراجع من الكنائس الخلقدنيه المختلفه سواء كاثوليك او روم او خلافه يعني من كل الاتجاهات الخلقدنيه فبيقول مرسوم ملكي بخصوص تجريد ايريناوس النصوري 17 شباط 448 لأنه كان متزوجا مرتين وسودوريتوس يحس ديمنوس أن يعترض على ذلك خلي بالكم من الأحداث عشان هتشوفوا التصاعد ماشي ازاي يعني رغم المرسوم الملكي صدر سودوريتوس يروح لديمنوس لا ازاي الكلام ده مش من حق الامبراطور يعمل كده وبعدين لا ده رسمته شرعية ويفضل يجيب بعض البراهين عشان يبرهن لدمنوس ان الرسامة بتاعته شرعية وقعد فترة فعلا يتحدى الامبراطور شهور لغاية ما شالوه ورسموا واحد تاني هيجي وقتها وهقولها عشان ما نسرفش في الـ يعني ما ناخدش وقت كتير في حدث معين طبعا هيبة اللي اتكلمنا عنه قبل كده كان مبهدل الدنيا برضو في المنطقة بتاعته وما حولها في ايديسا او في الرها ويعلق سيلرز طبعا عنه في ايديسا وما كان يعانيه الارثوذكس منه اللي بيقولوا يعاني الارثوذكس انا مش سيلر لما هاجي للنص هقول نص سيلرز يعني فيقول إن هؤلاء الذين كانوا يعانون طغيان النسطوري في إدسة أو إدسة والرهبان المضطهدين كانوا متأكدين أن أوطاخي معهم في حالة عرض قضيتهم عليه وبالفعل كانوا يتوقعون منه أن يتخذ موقف حيث له عملاءه في الشرق فاللي هناك بيعانوا من هيبة وما فيش قدامهم منفذ لأن ديمنوس مع هيبة فكان بيتطلعوا لمين يساعدهم لأطاخي شوفوا بقى النص بتاع سيلرز يقول مرة أخرى كان العالم الرهبان يبجله كقائد متميز له ومثل أولئك الذين عانوا تحت طغيان النسطوري هيبة يقصد يعني في الرها يمكن للرهبان المظلومين مين اللي بيقول المظلومين سيلرز ده مرجع تاريخي مش من عندنا أن يتأكدوا من سمعهم بتعاطف عند رفع قضيتهم واختاروا بها في الواقع كانوا يتوقعون منه أن يتخذ إجراء حيث كان لديه عملائه في جميع أنحاء الشرق في معاناة في الفترة ديت كانوا مش بيستحوا كمان ان هم يداروا على فكرهم او اتجاههم كانوا بيضطهدوا الارثوذكس من الاكليرس والشعب اللي عندهم سيلرز برضو يقول ايه بعد نياحة القديس رابولا هو أنا رابط اللي قاله سيلرز بتعليقي أنا برضو على فكرة هو ما قالش القديس رابول. ورسامة هيبة الهرطوقي بدلا منه الذي نشط في نشر الفكر النسطوري واضطهد الارثوذكس كان نتيجة لذلك أن الارثوذكس في كرسيه اتجهوا إلى العاصمة القسطنطينية لطلب المساعدة وهناك حظوا بتعاطف أوطاخي والجانب الاسكندري في البلاط. هنا انا لخصت اللي قالوا سيلرز يعني في الجملة دهية مين اللي هو بيساعدهم وطاخي خلي بالكوا وطاخي كان عامل لهم ايه ركزوا اربطوا الاحداث بعضيها ما تسرحوش في مجموعة تاني تبع هيبة يقول قدم حوالي خمستاشر اكليريكي شكوى ضد هيبة إلى ديمنوس بطريرك أنطاكيا وكان نتيجة إن هما راحوا الشاكول ديمنوس هيبة عزل اتنين منهم وحذر الباقيين عزل اتنين من الخمستاشر وهدد الباقيين قال لهم بقى لو عملتوا كده هيحصل معاكم برضو نفس الشيء سيلرز بقى يقول ايه على الموقف ده يقول عندما وصل الوقت لنهاية قدرتهم على التحمل خلاص فاض بيهم الكيل فاض زي احنا ما بنقول كده يعني فتصرفوا في خضوع للقوانين نمشي قانوني بان وجهوا اتهاما رسميا اعلنوا فيه ان الاسقف لم يكن سليما في الايمان يقصده هيبه ده مش كده وبس وانه كان يحول اموال الكنيسه الى استخداماته الخاصه وتم توقيع هذه الوثيقه من قبل حوالي خمسة عشر من رجال الدين المتضررين وتم تسليمها إلى دمنوس الأنطاقي في تكريس ستيفن أسقف هيرابوليس كان بيرسم أسقف فقابلوه في, الح... في, الأثناء الدين. وسمع هيبة بما يحدث وقبل أن ينطلق إلى هيرابوليس، حرم الكاهنين قورش وأولوجيوس، اللذين كان في طريقهما بالإلتماس، وحذر الباقين من أنهم إذا أصروا على موقفهم، فسيتم معاملتهم بنفس الأسلوب. وهنا نري ان الأساس في كافة الاختيارات بقى في الرسامات الأكليروس كان هو الحرص إن يكون لهم نفس الفكر اللي يتفق مع فكر سؤدوريتوس والمجموعة بتاعته مهما كان عدم صلاحية هؤلاء الأشخاص وبالتالي كانوا يتصفوا بانحراف الإيمان والسلوك أيضًا مما خلق كثير من المشاكل الرعوية في ذلك الوقت ولكن للأسف كان المتضررين دول لما كانوا يلتجئون لديمنوس بصفة البطريرك كان يأخذ موقف دفاعي ومؤيد لهيبة بل ويمكن أن يدين ويحكم على المتضررين أيضاً يعني مش مجرد ينصفهم او ياخد بخاطرهم لا ده ممكن يحكم عليهم ايضا شوفوا هنا برضو سيلرز بيقول ايه في عام 448 ذهب أربعة من الإكليروس الذين حرمهم إلى أنطاكيا حرمهم هيبا يعني لعرض القضية على ديمنوس ولكن تأجل اتخاذ الحكم نظرا لقرب عيد القيامة وبتدخل سؤدوريتوس تم رفع الحرم عن الكهنة ليحتفلوا بالعيد. سؤدوريتوس عايز يهدي الدنيا عن هيبة ما هم أصحاب بقى فخلى ديمنوس ارفع عنهم الحرم ويعيدوا وبعد كده يحلها ربنا فقال يحتفلوا بالعيد وفي نفس الوقت تم التنبيه عليهم رسميا أن لا يتركوا المدينة يقصد أنطاكيا يعني ولكن صموئيل وكيروس أو كورش ذهب إلى القسطنطينية وقدموا شكواهم شارحين انهم اضطروا ليحضروا شكواهم للامبراطور ثيودوسيوس وفيلافيان نظرا لاهمال ديمنوس القضيه. اما حسوا ان في يعني اهمال وعدم اهتمام بقضيتهم فقالوا نروح العاصمه القسطنطينيه إذا قدرنا نقابل الإمبراطور أو فيليفيان أسقف القسطنطينية نشتكي له. وبعد عيد القيامة وفي حضور عدد غير قليل من الأساقفة تم استئناف القضية في أنطاكيا ولكن بعد قطع الاثنين الهاربي الهاربين اللذين اصدروا بالكرسي الرسولي والمجمع يعني دمنوا صدغاز ان هم مشوا وازاي يعني انا منبه عليهم ويروحوا يشتكونا فرح قطعهم خالص بقى سيلر بيقول ربما اه ما كانش اهمال يعني او تأجل ربما لاجل ان الشهود الرئاسيين كانوا غائبين قرر تأجيل الموضوع بدون تحديد أو إرجاء الموضوع غير محدد أو محسوم ولم يناقش السؤال حول أرثوذكسية هيبة يعني عملوا محاكمة كل اللي عملوا فيها بدل ما يحكم على هيبة قطع الاتنين اللي راح وأرجوا الموضوع سيلرز بيقول ربما عشان ما كانش فيه شهود طب ده شهود للأحداث الإدارية طب الاتهام الموجه ليه بخصوص الايمان لم يناقش السؤال حول ارثوذكسية هيبة فذهب الاثنان الاخران اولوجيوس وماراس ولحق باخويهما في القسطنطينية لما شافوا الموضوع كده لاتخذ موضوعهم بالجدية اتحكم على اخواتهم واللي هما بيشتكوا من اجله ارثوذكسية هيبة حصل تجاهل تمام. وجاء ايضا الى العاصمه اورانيوس. خلي بالكم من اللي جاي بقى ومن خلال قوه اوطاخي في البلاط استطاع هو والاخرون ان يسمعهم الامبراطور واصدر مرسوم امبراطوري مؤرخ في 26 أكتوبر 448 أمر فيه التريبيون أن يحضر هيبة من إدسة أو الرها إلى فينيقيا وأن يرتب أن الاتهامات الموجهة ضده يجب أن تسمع بواسطة ثلاثة أساقفة وهم فوتيوس أسقف سور وأستاسيوس أسقف بيروت وأورانيوس نفسه وهكذا نجد ديمنوس الذي نوى أن المتهمين يخضعوا لحكم مطارنتهم هيبة وسمعان الأمدي فإنهم أي هيبة وسمعان أجبر أن يخضعوا أمام الأمر الإمبراطوري فالحكاية قلبت عليهم بس بنلاحظ هنا ايه بقى فليبيانوس أيضا لم يتجاوب مع المتضررين هم راحوا في فليبيانوس الأول ولكن عن طريق أوطاخي استطاعوا أن يسمع شكواهم الإمبراطور بل ويصدر مرسوم إمبراطوري بأن يحضر هيبة وتسمع الاتهامات الموجهة ضده بواسطة الثلاث أسقف طبعا نشاط أوطاخي هذا كان بيثير حفيظة الفريق النسطوري كانوا بيتغاظوا منه جدا سواء سودوريتوس ديمنوس هيبا فليبيانوس واحد تاني اسمه يسابيوس اسقف دوريليم كان صديق نفس الايه الفرقة كانوا زي كده كتلة مع بعض فشايفين كل لما ييجوا يعملوا حاجة أو يبططوا حاجة من اللي يقف لهم وطاخي آه مش مجرد كانوا بيتجاهلوا الاتهامات وبس في تسلم رسالة من ديمنوس فيها اتهامات ضد معارضي هيبة ولكن في ما قدرش يعمل حاجة يعني لما سابوه مشيوا راح ديمنوس سبق وبعد يتهم اللي راحوا دول ببعض الاتهامات لفليبيانوس فليبيانوس لا قدر يعمل حاجة لا ليهم ولا عليهم سيلرز يوصف الحكاية دي يقول كان فليفيان قد تلقى من ديمنوس خطابا يحتوي على اتهام عام ضد معارضي هيبة وتلقى بالفعل قائمة التهم التي كانوا يوجهونها لكن بطريرك القسطنطينية كان ضعيفا مش انا اللي بقول كده ده سيلرز اللي بيقول كده كان ضعيفا وخاضعا لسلطة كريسيفيوس كريسيفيوس اللي هو ده يبقى مين نعم اه الابن الروحي الاوطاغي كده صحيح ولم يظهر اي مبادره كل ما فعله هو ان يطلب من اولوجيوس اطلاعه على ما كان يحدث في التحقيق قال له بس بقى خليني يعني اتابع معاك التحقيق يمشي ازاي ده سيلرز بقى بيقول ايه وبالتالي وبالطبع كانت قضية اطاخة تتطلب الان الاهتمام الكامل لا ده بقى ده يعني هيشتغل لنا كده هيحطوه فين في دماغهم بقى عمال ورا بعضه المرة اللي فاتت حكيت لكم بمساعي استصدر امر لسقودوريتوس تحديد إقامته استصدر أمر تحريم الكتابات اللي هي المعارضة استصدر أمر بعزل إريناوس اللي بيتهموا هيبا وديمنوس يوصلوا للإمبراطور وهكذا لكن موقف ديمنوس إنه يبعت لفليفيان ضد معارضي هيبة ده معناته ايه ان مسؤول عن افعال هيبة عشان كده بقول وهنا نرى وندرك مسؤولية دمنوس المباشرة عن اخطاء هيبة فبرغم معرفته باتجاهاته وهنا بدلا من ان يأخذ منه موقف نتيجة شكوى المتضررين نجده على العكس يسعى لمعاقبه الرافضين لتعليمه النسطوريه ومن ثم يجعل نفسه هدفا حقيقي للاتهام الصريح بكل ما يتهم به هيبه يعني موقف ضمنه ازاي خليه هو نفسه موقع اتهام انه موافق وراضي ومبسوط بكده مين الشوكه بتاعتهم أوطاخي زي ما سردت لكم من شويه صغيره في 16 فبراير صدر مرسوم بمساعي أوطاخي امبراطوري امبراطور ضد تعليم نسطور يقضي باتلاف كل الكتابات التي تتعارض مع الايمان الذي شرحه الاباء في نقيا وافسس وكيرلس ذي الذكرى المقدسه واحتوى المرسوم أيضا على الحكم بشأن سيامة إريناوس المتزوج مرتين بالعزل كل ده تم بمساعي أوتاخي في سنة 448 برضو تمكن بعض الأرثوذكس الشرقيين من الحضور أمام الملك لاتهام الشرقيين مع رئيسهم ديمنوس بالنسطورية ومن خلال قوة أوتاخي في البلاط استطاع أورانيوس هو الآخرون من معارضي هيبة أن يسمعهم الإمبراطور ويصدر مرسوم إمبراطوري 26 أكتوبر خلي بالكم من التواريخ ده هي 448 بالتحقيق أو استجواب هيبة طبعا هم عارفين ان اوطاخي ده مش لوحده مين وراه مسنود على البابا ديسكورس فكتب سؤدوريتوس الى فليفيانوس القسطنطيني واطلعوا على حركات ديسكورس ورغبته في فرض الطبيعه الواحده مين اللي بيقول كده دي مرجع خرزستومس بابا دوبلوس بدأوا بقى ايه ينتبهوا للمناوئين ليهم دول اللي بيقاوموهم وبدأوا يعملوا تكتل لمقاومة البابا ديسكورس والأرثوذكس وأوطاخي بصفة خاصة لما رأى ديمنوس وسؤدوريتوس نشاط أوطاخي في القسطنطينية، فوجه ديمنوس مجموعة من الأساقفة إلى القسطنطينية ليجدوا فرصة لعرض قضيتهم أمام الإمبراطور، وبحسب رأي سؤدوريتوس رأى أنه من الحصافة أن يستميل إليه بعض ذوي السلطة وأصحاب النفوذ والأساقفة فأرسل عدة رسائل لهم بالأخص في لفيانا الذي طلب منه أن يأتي في جانبهم وأرسل له عرض ملخص للعقيدة الأنطاقية أنا بلخص اللي قاله سيلرز الكلام ده نقله عن مين؟ عن سيلرز يعني بعتوا مجموعة من الأسقفة، بالإضافة إن راسلوا البعض من أصحاب السلطة والنفوذ وطلبوا من فليفيان بصفة خاصة عايزينك أنت معانا ولا علينا بقى؟ عايزة تنضم معانا يعملوا, يعملوا نوع من التكتل وبعتوا ملخص للعقيدة الانطاقية يحاولوا يظهروا بمظهر يجذب الأرثوذكس شوية يعلنوا إيمانهم بس بصورة ماكرة بحسب طريقة سؤدوريتوس فبيقولوا مما جاء فيها انه من غير التقوى ان نبشر بابنين، احنا بيتهمونا ان احنا بنقول ابنين، لا هو ابن واحد. ولكن يوجد رب واحد يسوع المسيح إله أبدي وإنسان. مش يقول الإله المتأنس حتى، إله أبدي وإنسان. وفي نفس الوقت فإن الاختلاف بين الجسد واللاهوت يجب أن يفهم بما يلائم الطبيعة المتخذة يجب أن ينسب للإنسان وما يناسب اللاهوت ينسب لله لكن هذا لا يقسم المسيح إلى توب وصوبة يعني اثنين لشخصين حيث كل منهما ينسب للابن الواحد الوحيد وطبعا بنلاحظ في الشرح اللي بعتوه دوت اللي هو ام بي انه بيقول يوجد فقط وحدة البروسوبون، مين اللي كان قال كده؟ نعم؟ نستور وليس وحدة الأقنوم والطبيعه هو نفس ما كان ينادي به نستور او بالاتحاد البروسوبوني. ثانيا محاولة استمالة بعض الأساقفة وذوي النفوذ لتكوين جبهة مضادة لنشاط أوطاخي في القسطنطينية وهذا ما تم بالفعل بواسطة يوسابيوس أسقف دوريليون وفيليبيانوس وآخرين مما استملوهم في التعجيل بمحاكمة أوطاخي والتخلص منه كل حاجة هجيبها بالأسانيد التآمر واتفقوا خلاص وبعتوا لفليبيانوس انت معانا زي ما قلت لكم بحسب رأي سدوريس راى انه من الحصافه ان يستميل اليه بعض ذوي السلطه واصحاب النفوذ والاساقفه فارسل عده رسائل لهم بالاخص فليفيان الذي طلب منه ان ياتي في جانبهم. كان في يوسابيوس اسقف دروليوم ده كان بيشتغل محامي قبل كده. مع احترامنا للمحامين بقى شغلتهم بقى الايه القضايا وال معلش فين عارف في إيه محامين هنا <applause> شغلتهم بقى الكلام ويعني وال... توضيب القضايا فراح قدم اوسابيوس اسقف دوريليوم الشكوى ضد اوطاخي الى فليبيانوس شوفوا المسرحية بقى يعني. ليه بقى يوسابيوس دوريليا لأنه أطاخي أدانه بالهرطقة. لأنه كان يعتقد بالطبيعتين. دي جت في مضمون المجمع الخلقدوني في الباب الخامس إن قدم أوسابيوس دوريليا الشكوى ضد أوطاخي إلى فلبينس لأن أوطاخي أدانه بالهرطقة قال إيه أوسابيوس على أوطاخي شوفوا على الإسقاط بقى هيجي إزاي أنا أسلم بطرقه الملتوية أوطاخي اللي كان إيه ملتوي يعني أنا فطير وهو يهددني بالنفي وبالفعل حدد لي الواحة المكان اللي هيتنفي فيه هو بالفعل هو طاخي هدده واضح بس هدده ليه لأنه كان له نفس الفكر بتاع طبعتين الفقرة نفسها اللي هو قالها دهيت ده انه بيهددني وانا فقير وهو غني بتدينا فكرة ان كان في فعل فعلا خلاف بينه وبين اطاخي بسبب اعتقاده بالطبعتين فبرضه كان خايف على نفسه من نفوذ اطاخي وبالفعل تآمر مع فليبيانوس والشرقيين ضده وداخل التخلص منه قال ايه كمان الحتة بقى اللي هو بيقول حدد لي بال انا فقير وهو غني وبالفعل حدد لي الواحة دي جت في سيلرز ما بقلفش مضمون المجمع الخلقدوني قال ايه بقى بيقولوا على لسان يوسابيوس بيقول قال إني خايف من جوره من ظلمه يعني لأني فقيرا وهو غني ويهدد علي بالنفي بحسب اسلوب الكتابة بتاع كتاب مضمون المجمع الخلق دوني ويهدد علي بالنفي وقد عين لي من مدة جزيرة هواز مكان لنفي شوفوا الدافع اللي <applause> طب بيشتكيه ايه وطاخي ده عمره ما وقف على منبر ولا كتب كتاب نعم لا على اساس له نفوذ بس انا عايز اقول بيهدده بيشتكيه بايه في الاول ما قالش حاجه يعني بيشتكيه بس هقول يعني قال ايه بعد كده يعني فجي بقى في يوم 8 سبتمبر في 448 بحسب سيلرز التقدم اوسابيوس اسقف دوريليوم بخطوه خطيره في 8 سبتمبر اذ بكل جراه اعلن في مجمع مكاني في القسطنطينيه بأنه كان مستعد أن يظهر أن الموقر أطاخي لم يكن صحيح الإيمان خلي بالكم مستعد أن إيه أنا يقول أنا مستعد أبين لكم يعني معنى كده أن ما حاجة ظاهرة خالص ما حاجة اتقالت عليه خالص مفيش حاجة, تقلت خالص. فيش حاجة إيه اتقالت عليه مش ماسكين عليه كلام مش ملوش كتابات ملوش عظات له تاريخ طويل من ايام البابا كيرلس شوفوا المجمع افسس كان 431 النهارده 448 كم سنه 17 سنه لم يسمع له احد صوت ولا قول ولا كتابه ولكن كان يردد ما يقوله الاباء فقط ويتمسك به لكن انا مستعد اظهر لكم ان هو مش سليم الايمان مش مثلا جت شكاوي او كده لا يعني عايزين نتخلص منه وكان هذا الاجراء رد فعل من اصحاب الطبيعتين ضد نشاط اطاخي ضدهم للتخلص منه حتى ان سيلر الخلقدوني نفسه يصف أسابيوس بالمتهور والجدير بالملاحظة أن سيلرز أيضا يصف أصحاب الطبيعتين بالأقلية في الفقرة اللي هقراها لكم دلوقتي هجيب لكم النص بتاع سيلر بقى بيقول من الواضح إذن للأقلية التي تقاتل من أجل الطبيعتين في القسطنطينيه مش كلامي أنا ده كلام مين؟ سيلر لابد أنه بدأ أن المتهور يوسابيوس أسقف دوريليوم في فريج, فريج فريجيا أو ما, شعر ما بعرفش أقرأ أسماء البلاد يعني اللي هو سابقا كان مدرس علم البيان. أنا بتاع كلام يعني قد أخذ خطوة مت... خطوة متهورة جدا ده مين اللي بيقول كده؟ سيلرز عندما جاء اعلن بجراه ممكن تترجم بوقاحه على فكره بس قلنا جبناها بجراه يعني في 8 سبتمبر 448 امام المجمع المكاني انه مستعد لاظهار مستعد لايه؟ لاظهار يعني حاجه آه أن الأرش من الموقر لم يكن سليما في الإيمان سيلرز بيقول لا عجب أن فلافيان قد أخذته المفاجأة واندهش كأنه ما يعرفش حاجة يعني كده يعني إيه ده معقولة وتخض في الواقع لو كان لديه قوة قوته لكان من الممكن تجنب الصدام يعني ده سيلرز اللي بيقول كده لو كان في ليفيان قوي كان ممكن ما انجرفش ورا يوسابيوس ويحصل صدام لان الصدام ده دمر الاحوال الكنيسه في ذلك الوقت هنبدا ندخل في الجد صح صح <applause> عشان الكلام اللي بنقوله وصاك مش مش متاحه للكثيرين يعني مش هنقول بقى اقوال كلام مرسل لا هنجيب اعمال المجامع او الروايات التاريخيه بتاعه الخلقدين انفسهم مش هجيب من عندنا خالص نظرا لحساسيه الموضوع اللي بيتقال دوت الكلام ده بنقوله عشان تعرفوا البابا ديسكورس اللي بيتهم من بعض ابنائه انه يعني اتضحك عليه او خد موقف متخاذل نعرف الموقف في حقيقته كان ايه؟ سيلرز يقول ايه بقى؟ بيقول من عده وجهات نظر من الواضح أن فلافيان لم يكن لديه رغبة في الدخول في نزاع مع أوتاخي. لم يفتح التحقيق. حتى 15 نوفمبر. يوسبي فتح الكلام ده امتى؟ 8 سبتمبر. فضل في متردد مش عايز يتصادم حتى 15 نوفمبر أي بعد أسبوع من إحضار يوسابيوس عريضة الاتهام أمام المجمع المكاني يوسابيوس قدم بقى عريضة الاتهام في 8 إيه؟ نوفمبر يعني فضل من 8 سبتمبر لغاية 8 نوفمبر في الجلسة التي عقدت في 8 نوفمبر وعندما تلقى أوطاخي استدعائه الأخير لحضور الجلسة في 17 نوفمبر أحيط علما في ليبيانوس باعتذار الأرشمندريد بسبب المرض وكامتياز خاص أجل الاجتماع إلى 22 نوفمبر ونلاحظ هنا أن أوسابيوس أعلن استعداده على إظهار أن أوطاخي إيمانه غير سليم إمتى؟ في 8 سبتمبر لكن في ليفيان كان يخشى الدخول في المواجهة طب إيه اللي اضطروا بقى هيدخل فيها؟ إيه اللي حصل من 8 سبتمبر لغاية دلوقتي؟ في الفترة ديت تمكن بعض الشرقيين الارثوذكس من الوصول الى الامبراطور بمساعده اوطاخي متهمين دمنوس واتباعه بالنصريه في شويه جم عايزين يتهموا دمنوس واتباعه بالنصريه فبمساعده اوطاخي قبلوا الامبراطور الحكايه عماله تزيد عليهم بعدها بشوية قدمت أيضا شكاوي للملك ضد هيبة وصدر أمرا في 26 أكتوبر الكلام ده احنا قلناه من شوية بس هنا هنا أنا بربط لكم التواريخ شكلها ازاي لأن التواريخ لها مغزاها 26 أكتوبر 448 بالتحقيق مع هيبة بواسطة ثلاثة أساقف نقطة ثالثة تهديد أوطاخي لأوسابيوس بالنفي. فهنا بقى فلافيان استسلم للمتهور وقال نفتح بقى الإيه؟ آه نخلص منه لأن كده خلاص الخناق عمال يضيق عليهم. سيلرز بقى يقول إيه؟ بنقول في الدعوة التي قدمها أسابي ضد أطاخي شملت فقط اتهامات عامة غير محددة ده كلامي أنا لأن سيلرز بقى بيقول إيه بيقول إنه تلفظ بتجاديف ضد المسيح نفسه وأنها وأنه دعا لآباء هراطقه وأنه أدان أسابيوس نفسه الذي كان غيورا لأجل إيمانهم أي الآباء كلها كلام عام تلفظ بتجاديف ايه هي التجاديف ما قالش إدعى أن الآباء هراطقة مين هم الآباء دول يجوز نسطور ادانا لا يوسابيوس نفسه اه دي بقى يعني لا دي ما تتغفرش دي شوفوا بقى نقطه مهمه قوي 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 جايه هتبين لكم ليه احنا درسنا عملنا المصالحه كورس كامل درسناها بالتفصيل بكل تفاصيلها والادعاءات اللي فيها شوفوا سيلرز بيقول ايه؟ إنه من الواضح أن قضيته اللي هو أوتاخي يعني كانت رفضه لقبول شرعية صيغة المصالحة. هم عمالين يقولوا ادعاءات إن المصالحة كده طبعا أوتاخي معاشر القديس كورولوس وديسقورس وعارف إن الكلام ده كذب فرافضها فاعتبر إن ده هو الاتهام انه رافض رفضي قبول شرعية صيغة المصالحة اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو عرض ايمان الشرقيين اللي كان قدمه للبابا كيرلس عشان كده في ليفيانا عندما افتتح الجلسات في في 12 نوفمبر فإن أوسابيوس لكي يدعم اتهامه بأساس ثابت طلب أن تقرأ أولا رسالة كيرلس الثانية إلى نصور وبعد ذلك الرسالة إلى يوحنا الأنطاكي التي تحوي الصيغة ده الكلام ده أنا جايبه من سيلرز ما عايز يعمل اتهام فاتهامه ايه انه بيرفض قبول شرعية المصالحة اللي هو البابا كيرلس بنفسه قال لم نقبل بيانا من احد ولم يطلب منا احد بيانا للايمان وحتى عرض الايمان اللي قدمه الشرقيين فندوا وأدانوا، قال ده كلامهم هو، كلامه هو على يوحنا الأنطاكي. وقال إن كتبوا كذا 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 وأضافوا بعض التعبيرات الغام في بعض التعبيرات الغامضة، ومرة ثانية قال أضافوا بعض التعبيرات التي تظهر أنهم لم يكونوا أنقياء تماما من هذا نستور. وكل ردود البابا كيرلس إحنا شرحناها بالتفصيل، أرجو تكون حاضرة في ذهنكم. فهنا طبعا عايز يحط اساس ل... طب هيدعي الايه فالخلق بصفه عامه والشرقيين في ذلك الوقت كانوا يختزلوا القديس كورولوس كل كتاباته وتعاليمه في حاجتين الرساله الثانيه للنصور والرساله التي تحوي عرض الايمان اللي كان كتبه الشرقيين اللي بيقولوا هنرد بيه على اللي بيتهم البابا كيرلس لنارية هو ده كل حاجة ده كيرولوس عندهم غير كده مجمع افسس لا قيمة له عند الكنائس الخلقدونية البابا كيرلس يطعن فيه لكن بيحاولوا يدوا شرعية وعايزين يقروها من خلال محاكمة اوطاخي يقروا بصورة رسمية ان الصيغة دي هي صيغة المصالح اللي اوتاخي رافضها شوف انا كاتب لكم بقول لكم ايه بقى انا من هنا من هنا كان في منتهى الاهميه القرص الاول الذي درسناه الخاص بمصالحه 433 كما يجب التركيز على صيغه ال 435 التي كتبها القديس كورولوس والبحث عن الوثائق الخاصه بها انا قدرت احصل على اجزاء منها اللي هو القديس كورولوس بقى كان اللي بيقبله في الصلح لازم يوقع عليها وصرح فيها بصورة واضحة قاطعة بالطبيعة الواحدة كذلك مما يدعم أطاخي لرفضه الادعاء الخاص بصيغة مصالحة 433 ارجعوا للرساله اللي كتبها ابي فانيوس رئيس شمامسه القديس كيرلس الى مكسيميانوس اسقف القسطنطينيه حيث يوجد توصيه ومدح لاوتاخي لموقفه من الشرقيين يعني أوطاخي كان على درايه بالادعاءات ويعلم البابا كيرلس برد وقال ايه وكان بيجاهد معاه فرفضه لها مبني لان يعلم ان القديس كورولوس لا يقرها طبعا هم طلب قراءة الرسائل دهيت الرسالة الثانية لنصور ويوحنا الأنطاكي فبنقول حينما تم قراءة الرسالتين الثانية لنصور ورسالة القديس كارولوس ليوحنا الأنطاكي التي تشمل عرض إيمان الشرقيين في مجمع في فيليبيانوس طلب أوسابيوس من الأساقفة الحاضرين وكانوا حوالي ثلاثين وسألهم هل تقبلوا هذه الوثائق كأرثوذكسية؟ فإن فيليفيان نفسه والباقين تبعوه وعلقوا عليها ببيان عقائدي مؤسس بوضوح على الصيغة. اه هي دي ما عملوا بقى التكتل اللي من شوية قلنا عليه ان وسوء دوريتوس لما شافوا تحركات اوطاخي لا 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 فسودوريتوس قال له لا لازم بقى من استمالة بعض الاسقفة واصحاب النفوذ ونشوف شغلنا بقى يعني مش هنسكت على كده كل هذه الامور تبرهن اكثر على أن من أهم أهداف محاكمة أوتاقي هو إقرار ما يدعونه بصيغة المصالحة 433 <applause> كلام ده برضو جه في مضمون المجمع الخلقدوني ان اراها فانا معلق على المضمون الكلام بقول لاحظ ان اوسابيس اسقف دوريليم طلب قراءة رسالة القديس كورولوس إلى نصر ورسالته ورسالته إلى الشرقيين التي تتضمن عرض إيمان الشرقيين وذلك لمحاولة إقرار تفسير وتأويل مصالحة القديس كورولوس بحسب مفهوم الطبيعتين كما تقرر ذلك في خلق دنيا أيضا بعد كده إن كل الصراع اللي جاي كان قايم على هذا الوضع فطبعا آه عملوا الجلسة بعتوا لأوطاخي اعتذر لكن كان بعتوا له اتنين واحد اسمه القس يوحنا والشماس اندراوس مضمون المجمع الخلقدوني بقى بيقول بعد ان قرأ عريضة الاتهام وتفسير مجمع فيليبيانوس للإيمان فاكرين الصيغة اللي دوريتوس بعتها الفليبيانوس بعت له يعني ملخص للايمان بتاعهم يعني بيحطوا الاساس بتاع الخط احنا يا ايماننا كده وهنتصرف على هذا الايه اللي, إيه اللي قلت لكم يعني عليه من شويه وتفسير مجمع فيليبيانس للايمان مما نقله المرسلون عن أطاخي الى المجمع شوفوا اوطاخي قال لهم ايه بقى على على الموضوع دوت قال لهم ان اوسابيوس المكرم هو عدوه من مدة زمان وانه الف عليه هذه الدعوة جورا الكلام ده كلام مين اوطاخي ان الاسقف اوسابيوس المكرم شوفوا الادب حتى هو بيختلف معاه اه لكن ما ي... ما فيش الفاظ يعني ان الاسف اسابيس المكرم هو عدوه من مدة الزمن وانه الف عليه هذه الدعوه جورا قال لهم انه مستعد لقبول شرح الاباء القديسين الذين اجتمعوا في نقيا وفي افسس مستقرا ومثبتا لتفسيرهم وقال لهم انه بعد تجسد الله الكلمة وميلاد سيدنا يسوع المسيح يسجد لطبيعة واحدة هي طبيعة الله الذي تجسد وصار انسانا. ثم قال ان بعض الناس كانوا ينقلون عليه بعض اقوال فاسدة. عارفين لما كانوا بيعملوا مع البابا كيرلس يطلعوا عليه كلام او يقولوه كلام بس البابا كرلس كان بيعرف يرد بقى ويشرح عن نفسه أطاخي غلبان ان بعض الناس كانوا ينقلون عليه بعض اقوال فاسده وانه نطق ان الله الكلمه جاب معه جسده من السماء فانكر عن نفسي ذلك القول أما أن ربنا يسوع المسيح قائما في طبعتين متحدتين في أكنوم واحد قال لنا بأن هذه المقالة ليست تعلمها ولا وجدها في تفسيرات الآباء الأبرار وأنه لم يقبلها ونقل المرسلان عنه أنه كان يقول ذلك أعترف أن الذي ولد من مريم العذراء هو إله تام وإنسان تام. ده كلام مين؟ أطاخي أنا جايبه منين؟ من كتاب نشره الكاثوليك مضمون المجمع الخلقدوني جاء في باب الثاني عشر من عشر من كتاب مضمون المجمع القدوني في حديث أطاخي مع القصصين اللذين ذهب لاستدعائه أنه تناقش معهما بخصوص الإيمان وكان مضمون النقاش أنه أقر وقال فأما أنا فليس أعتقد بالطبيعتين مما يظهر ويؤكد أن الخلاف بين أوتاخي وأوسابيوس ليس ما هو منسوب لأوتاخي بقوله الطبيعة اللاهوتية الصرفة ولكن لأنه رفض القول بالطبيعتين بعتوا واحد تاني كان اسمه توفيلس فسيلرز هنا سيلرز بقى بجيب من الكل من يعني عشان ما يبقاش مصدر واحد في مجمع فليفيان قال ثاوفيلس المرسل من المجمع الاوطاخي ان اوطاخي سأله في اي مكان في الكتاب المقدس نجد تعبير الطبيعتين ده ومن من الاباء اعلن ان كلمه الله له طبيعتين وعندما رد عليه ماماز بان تعبيره مؤسيوس لم يكن موجود في الكتاب أشار اوتاخي بأن استخدام هذه الكلمة فإن لهم سلطة الآباء قالوا الآباء فإنك لهم السلطان وهكذا فإن اوتاخي تاركا تعبير طبيعتين حتى لو كانت في صيغة المصالحة ده مين اللي بيقول كده؟ سيلرز الكلام ده مش كلامي ده كلام سيلرز وهكذا في النقطه تاركا تعبير طبيعتين حتى لو كانت في صيغه المصالحه فانها ليس لها مثل هذه السلطه في الاستدلال ما هو بيصدروا له اهو كلام المصالحه مع القديس كيرولوس رفضها فسيلرز بيع بيعلق يقول رافضا الطبعتين حتى لو في صيغه المصالحه سيلرز برضو تاني نقول نجد ايضا توفيلس يسأل: هل توافق أن الكلمة إله كامل؟ وكانت الإجابة بأنه كامل وتام، فسأله أيضا: وهل بالتجسد هو إنسان كامل أم لا؟ فأجاب سرابيون بأنه كامل، فقال: إذا كان المسيح كإله كامل وإنسان كامل، فهؤلاء الاثنين الكاملين يشكلوا ابن واحد من طبيعتين. طالما كامل هم عندهم زي ما قلت لكم طالما كاملين يبقى طبيعتين. لكن عطاخي رفض ان يقول ان المسيح هنا في الكتاب بيقولوا من طبيعتين لكن يقصد به بطبيعتين يعني. وقال انه مستعد للعزل والمعاناه من ان يعترف بطبيعتين. مستعد للعزل والمنام ولكنه ما يعترفش بايه بالطبعتين نعم اه من ضمن اللي كانوا موجودين وذلك يوضح ان اوطاخي كان يعلم بادعاءات الشرقيين بخصوص مصالحة 433 ويقاوم قولهم بأن عرض الإيمان الذي قدموه كان بمثابة صيغة عقائدية للمصالحة وهذا ما تم إثباته من قبل بنعمة الله لما درسنا الكرسي بتاعنا من أقوال القديس كرولوس نفسه لم نصدر بيانا ولم نقبل بيانا من أحد الكلام لسيلرز بعد كده حينما صح اوسابيوس ضد اوطاخي بخصوص عرض ايمان الشرقيين اللي بيقولوا عليه صيغه المسار 433 سيلرز بيقول ايه هنا تقدم فلورنتيوس في الحال وطلب ان المساءله يجب هنا كان اوطاخي حاضر بقى أن المساء لا يجب أن تكون فيما يعتقد الأرش من دريت مدركا أنه بهذه الطريقة سيتم منح الأخير فرصة لإعلان عدم قبول عقيدة الطبيعتين يعني سيرز بيقول أن فلورنتيوس عايز يخدمه أنه يعني يعلن إيمانه بصراحة عدم قبول عقيدة الطبيعتين التي ظهرت في صيغة المصالحة ولكن المدعي اللي هو أوسابيوس احتجّ وطلب الاستمرار في قراءة المذكرة مدافعا أنه في استطاعتي استدعاء شاهد آخر فورا لإثبات دعواه لأنه كان يعتقد أنه إذا اعترف أوتاخي أن إيمانه هو إيمان نقي وافسوس، فإن المتهم سيعتبر أرثوذكسي بينما هو نفسه أوسابيوس سيوجد كمدعي كذب أو زور نعم اه لا مش عايزه يا لا ده عايز ده هتشوفه غير كده هيجي يقدم ورق لا لان الورقه وثيقه اتكلم وفي ايده بكده هذه الفقره السابقه اللي قلتها لكم دي هي تعليق سيلرز سيلرز نفسه مما يشير الى اعتقاده بالمؤامره التي تمت ضد اوتاخي يقول لك أوسابيوس لو شافه جاب كده هيبقى إيمانه سليم، طب هو مش عايزه يبقى سليم ولا هيبقى هو بقى كاذب؟ هو عايز يثبت إن لأ يعني لازم يبقى متهم. يستمر سيلرز في وصفه المضاد لأوسابيوس. ده سيلرز اللي بيوصف بقى ما هو عالم هو صحيح خلقودوني لكن فاهم الحكاية ماشية إزاي يعني. يقول على سيلرز يقول في تعصبه او حماسه المضلل فان اوسابيوس الان ياخذ خطوه ثانيه زائفه حيث سال المتهم اي اوتاخي هل تعترف باتحاد الطبيعتين في بروسوب واحد واقلوم واحد وطبيعتين بعد التجسد؟ وهل مستعد ان تقول ان المسيح من نفس جوهرنا؟ أو مساوي لنا في الجوهر بحسب الجسد يعني يخلطوا طالما مساوي لنا في الجوهر يبقى لازم يبقى بإيه يبقى في طبعتين ما يقولش هو نفسه واحد كامل في لا سيلرز بقى يقول له إجابة جاهزة حيث أن في يده ورقة تظهر كي تظهر كيف يعتقد وطلب أن تقرأ ولكن في لفيان سأل الراهب أن يقرأ الورقة بنفسه قال له قول اللي في الورقة بلاش الورقة ودي حاجة اشتكى بها أطاخي بعد كده يعلق سيلر على حكاية الورقة دي يقول إيه لأنه كاعتراف شافه لا يمكن قبوله كأساس للمناقشة ما هي ورقة دي هتبقى مستند خلاص لكن هو عايزين ياخدوا يده في الكلام وهتشوفوا حصل ايه في الكلام بعد كده على فكرة التح... التحية مع اوطاخي مش كله ده له تكملة هتيجي في الاستجواب اللي هيجي بعد كده يعني بس عشان ما يبقاش فيه تكرار لكن بجيب كله من مصادرهم هم يعني يقول لا يمكن قبوله كأساس للمناقشة وبيقولوا على أي حال ده سيلرز اللي بيقول: أوطاخي مدركًا أن في استطاعته الاستئناف لمحكمة أعلى، وهناك يشتكي أن مجمع فليفيان المحلي لم يسمح له أن يقرأ مستند أرثوذكسي، فإنه رفض القراءة، وبدلًا من ذلك قدم اعتراف بسيط بخصوص الثالوث والتجسس، ما خلوهوش يقرأ يقبلوا الاعتراف بتاعه. لكن بيقول هو قدم اعتراف بسيط بخصوص الثالوث بحسب تعبيراته لانه طاقي مش متمرس شوفوا تعليق سيلر بعد كده عليه ايه يعني في ناس كثيره من شعبنا او من الاباء مش مت... لهم ايمان صادق وصحيح لكن عشان يعبروا ويشرحوا مش مش لكل حد له القدره القدره دهيت ده ويعلق سيلرز قائلا بأنه من الآن فإنه يبدو أن سير الجلسات حكم بجبهتين جهة بواسطة فليفيان معاوناً بأصحاب الطبيعتين باسيليوس أسقف سلوقية والسلوكوس أسقف أمسة والجهة الأخرى فلورنتيوس المسؤول عن حفظ الأمن واوتاخ يعني من قبول الطبيعتين يعني وإن كان ده المدني اللي هو فلورنتيوس قلب على اوطاخي في الاخر ما بيفهمش حاجه وتعك في في المناقشه طبعا كتاب المضمون المجمع الخلقدوني كبير والمواضيع كتيره فحاولت الخص بعض الفقرات المهمه من المحاكمه واجبها بحسب ما اتقالت في الكتاب بالضبط فبقول محاكمة اطاخ الظالمة بحسب ما ورد في كتاب مضمون المجمع الخلق دوني حينما حضر اطاخ مجمع في وبدأوا في فحصه لم يعتمدوا الا على عرض الايمان الذي صاغه الشرقيون وينسبونه بحسب تفسيرهم الملتوي له للقديس كرولس دي اول حاجة كان ده الاساس اللي بتتم على أساسه المحاكمة ان ده هو صيغة المصالحة لما وصلوا الى التعبير صار اتحاد الطبيعتين واكملوا قراءة الرسالة سأل اوسابيوس اوطاخي في جملة في عرض الايمان اتحدت الطبيعتين سأل أوسابيوس أوطاخي هل القس أوطاخي يقبل ما قرأ الآن من قول كيرولو ذو الذكر الصالح ويثبت أن صار اتحاد الطبيعتين في أكنوم واحد وفرسوف واحد أو أم لا؟ فأجاب المطران فيليبيانوس المكرم قائلا سمعت يا قس أوطيخا الذي قال الشاكي الذي قال الشاكي فقل الآن إن كنت مستقرا باتحاد الطبيعتين فأجابهم على ذلك القس اطيخ وقال نعم صار اتحاد الطبيعتين لأن بالفعل حصل اتحاد فاكرين لما بيقول لك كتبوا ان حصل اتحاد واضافوا خلسه بعض التعبيرات التي تظهر انهم يكون انقياء من هزر النصور المفروض بعد اتحاد الطبيعتين طب يبقى طبيعة لا قالوا طبيعتين بعد كده هجيبها بقى كمان شوية بس احيانا ما بصبرش فبقول قبل يعني. فقال الأسقف أوسابيوس لما أطاخي قال نعم صار اتحاد الطبيعتين فقال الأسقف أوسابيوس أتعتقد بالطبيعتين أيها الأركي من دريت بعد التجسد وان المسيح مساويا لنا في الجسد ام لا اجاب القس اوطيخ وقال انا ليس اتيت لاجادلكم بل اعرض على قصكم اعتقادي وأمانتي مرقومه في هذا القرطاس فقال القس اوطيخ هذه صوره اعتقادي اسجد للاب مع الاب وللابن مع الاب والروح القدس مع الاب والابن ثم اعتقد بانه ظهر لنا في الجسد من جسد العذراء الطاهره وصار انسانا كاملا لاجل خلاصنا كذلك اعترف الان امام الاب والابن والروح القدس ده كلام كتاب مضمون المجمع الخلقدوني مش كلامي أجاب الأسقف باسيليوس إن لم تقول طبيعتين في المسيح بعد الاتحاد أدخلت بينهما امتزاجا واختلاطا حين أجاب فلورنسيس البطريق الرجل اللي هو المدني العلماني اللي جاي دخل بقى أخذوا الحماس مش فاهم حاجة آه وقال فمن لم يقول أن المسيح هو من طبعتين وأن له طبعتين فهو حيد عن الأمانة المستقيمة ثم قال المجمع حكمنا باسم يسوع المسيح الذي جدف عليه أوطيخ بأن الراهب المذكور يكون ساقطا مفروزا عن سير خدم الكهنوت ومعتزلا عن شركتنا ومن رياسة الدير ثم نعلم الجميع أن كل من فيما بعد يخاطبه أم يذهب إليه سيكون محروما في تفاصيل أخرى هجيبها تاني يعني أنا جبت بعض الحاجات هستكملها في حاجات تاني لأن هما ما بيجيبوهاش ورا بعضيها لكن اللي قلته لكم دوت من شويه يوضح ما سبق وقاله القديس كرولوس بخصوص الشرقيين انهم شرحوا ايمانهم بوضوح قائلين ان العذراء القديسة هي والدة الاله وان ابن الله ربنا يسوع المسيح هو واحد وان شخص واحد وليس اثنين ثم اضافوا خلسة بعض تعاليم مخالفة اللي هي القول بالايه بالطبعتين ازعجت بعضا من اولئك الذين لا يستطيعون ان يفهموا حسنا وقد اعتبروا ليسوا انقياء تماما من هزر نصوريوس ده تعليق القديس كرودوس على اللي بيدعوه صيغه الايه؟ المصالحه ملاحظات على مجمع فليبيانوس ومحاكمه أوتاخي دي الملاحظات دي دا داخل فيها كلامي مع الفقرات من الكتاب يعني التعليق مع الفقرات اول حاجة كان أسابيوس اسقف دوريليا عدو لأطاخي أطاخي قال كده وأسابيوس نفسه شهد بكده من الأول وهو اللي كان بياخد وبيحقق معاه يعني اصلا في نوع من الايه حتى آه سيلرز قال قال ما هو لو سابوا يقول ايمانه ما هيطلع ايمانه مظبوط ويبقى يطلع كانه اوسابيوس بيقدم دعوه كاذبه فكان اوسابيوس اسقف دريلني عدو الاوتاخي الذي كان يقود الدفاع عن الايمان الارثوذكسي ضد معسكر الشرقيين واتباعهم في القسطنطينيه الذين كانوا يروجون للقول باتحاد الطبعتين في الأقنوم الواحد مدعين على البابا كيرولوس بأنه هو صاحب هذا الفكر ومعتبرين أن عرض الإيمان الذي قدموه للبابا كيرولوس صيغة عقائدية تفوق في أهميتها وتجب كل ما كتب القديس كيرولوس ومتجاهلين رده على هذه المزاعم كما ورد سابقاً في هذه الظروف أيضًا، كان أوطاخي قد اشتكى إلى الإمبراطور من ثيودوريتوس أسقف كورش، وتم تحديد إقامته فشعر أتباعه بخطورة أوطاخي في القسطنطينية، وأنه بمساعي أوطاخي يصدر أمرًا مرسومًا إمبراطوريًا ضد تعاليم نصور في 16 فبراير. يقضي بإتلاف كل الكتابات التي تتعارض مع الإيمان الذي شرحه الآباء في النقية وأفسس وكارولوس الذكر المقدسة والمرسوم أيضا يحوي الحكم بشأن سيامة إيروناوس المتزوج مرتين بالعزل بمساعي أوطاخي في 448 يصدر أمرا ملكيا بإبعاد سؤدريتس عن أنطاكيا وأن, ينزل وأن يلزم إبرشيته في نفس السنة برضه 448 تمكن بعض الأرثوذكس الشرقيين بمساعدة أوطاخي من الحضور أمام الملك سيودوسيوس لاتهام الشرقيين مع رئيسهم ديمنوس بالنسطورية. من خلال قوة أوطاخي في البلاط استطاع أورانيوس هو الآخرون معارضي هيبة أن يسمعهم الإمبراطور وأصدر مرسوم إمبراطوري مؤرخ في 26 أكتوبر 448 أمر فيه التريبيون أن يحضر هيبة من إيديسا إلى فونيقيا وأن يرتب أن تسمع الاتهامات الموجهة ضد بواص الثلاثة أساقفة خوف أوسابيوس من أوطاخي حيث قال أنه هددني بالنفي أنا بوريكم الملابسات بتاعة المحاكمة كان شكلها إيه كان الأساس ومحور المحاكمة هو القول بالطبيعتين ورفض أوطاخي له وليس لأنه قال بأن النسوت قد تلاشى في اللاهوت كما هو شائع في بعض المراجع فقد أقر أن المسيح له المجد كامل في لاهوته وكامل في نسوته وأنه مساوي للأب في اللاهوت ومساوي لأمه في النسوت بحسب تعبير أوطاخي لما بيقولوا له تؤمن أنه مساوي لنا فجاب لهم الأول القول بتاع قانون الإيمان مساوي للأب في الجوهر، قال لهم قانون الإيمان قال مساوي الله يعني هو مش مساوي لنا؟ قال لهم مساوي لأمه، قالوا له, له طب ما أمه مساوية لينا، قال لهم خلاص يبقى مظبوط كده، يعني قال أنه مساوي لإيه؟ لأمه في النسوت. بحسب تعبير أوتاخي لما قالوا له طالما هو مساوي لأمه في الجوهر إذا هو مساوي لنا في الجوهر فقبل هذا القول انه مساوي لنا في الجوهر، ولكن تمت محاكمته لانه رفض القول بالطبيعتين مؤكدا الطبيعه الواحده. نقطه مهمه كانت التهمه التقليديه لكل من يقول بطبيعه واحده من طبيعتين هو الاتهام بالابوليناريه والامتزاج وتلاشي الناسوت. وهذه الاتهامات سبق ان وجهت للبابا كيرلس نفسه. وقد أجاب على هذه الاتهامات في رسالته الثانية إلى ساكسينسوس وهي الرسالة رقم 46 لما قالوا له اللي هلأ بالطبيعة واحدة يبقى كأنك بتقول الطبيعة صغرت أو تلاشت الجدير بالذكر أن فحص ودراسة مجمع فيليبيانوس وأسلوب وأسباب محاكمة أوتاخ تساعدنا في فهم وإدراك ودراسة مجمع أفسس 449 الذي برا اوطاخي وحكم على الذين ادنوه عشان نفهم بقى البابا ديسكورس عمل ايه لازم نكون فاهمين اللي حصل ايه بالضبط انا جبت ادانة اوطاخي بحسب مضمون المجمع الخلقودين لكن ما خلصتش لسه في تفاصيل اخرى هجيبها من سيلرز حريص ان اوثق المرحلة دهيت ده بالمراجع القوية المعتمدة من الكنائس الخلق بحسب سيلرز بقى حصل ايه تاني او ايه تفه بعض تفاصيل اخرى في المطران باسيليوس وفلورونتيوس بدا التساؤل يقولوا على فرنسوس الارستقراطي يعني اللي هو منصب سياسي يعني عما إذا كان اعترف المدعي عليه أن الرب الواحد يسوع المسيح الذي هو مساوي مع الآب حسب اللاهوت هو أيضا مساوي مع أمه حسب الناسوت فكان رد الراهب ليس سوى مثال آخر على مكرته على مكره يعني طب حسب كلامهم هم يعني. يقول حتى هذا اليوم قد اعترف اعترف ان العذراء القديسة هي مساوية لنا في الجوهر وان جسد الله جسد بشري وقد صار الرب جسدا من العذراء. كلام مظبوط. كان مستعدا لقبول التعليم من رؤسائه. والاعتراف معهم بأن الابن مساوي لنا في الجوهر يعني حكاية أن مساوي لنا ما كانش فيها خلاف كان ردا ذكيا ده سيلرز اللي بيقول كده كان الأرش من في الواقع يلوم في والأساقفة على الابتداع فيما يتعلق بالإيمان ده مين اللي بيقول كده سيلرز أنه هو لهم عليهم ان هم اللي مبتدعين بيقولوا بطبعتين طبعا ثم من جانبه طلب فلورنتيوس كالمعتاد بهدف اعطاء اوتاخي كل فرصة لاعلان ايمانه بان يحدد الارش من دريد ما اذا كان اعترف او لم يعترف بانه مساوي لنا في الجوهر وانه من طبعتين بعد التجسد فاجاب الراهب ان اعترفه بان ربنا من طبيعتين قبل الاتحاد ولكن بعد الاتحاد طبيعة واحدة. يعني المشكلة انه رافض الايه؟ الطبيعتين عندئذ إيه طالب المجمع بأن يصرح بوضوح ما هي عقيدته وأن يحرم كل ما يتعارض مع العقائد التي تم قراءتها للتو اللي هي صيغة المصالحة يحرم كل ايه اللي يتعارض معاها بما في ذلك صيغه المصالح ده سيلرز اللي بيقول يقول فكان اوطاخي مراوغا مره اخرى كما اكد بالفعل قالوا له تحرم اللي يتعرض ما قال انه لم يتكلم بهذه الطريقه من قبل ولكن بما ان قدستك هكذا تعلم فقد كان مستعدا لقول الشيء نفسه على الرغم من أنه لم يستطع نطق الحرم المطلوب لأن عقيدة الطبيعتين لم تكن موجودة في كل مكان ولم يستطع أن يحرم أبائه يعني أقول له قال له أقول اللي أنت بتقوله لكن ما حرمش أبائي شوف التقوى برضو يعني إيه ما قال له ما حرمش أبائي لأن البابا كارولوس ما قالش كده يعني رافض ان يقول بالطبعتين ويحرم ايه الاباء ففق ففقد المجمع الصبر وقام وسرق الحرم له وطلب في الافيان من الاساقفه ان يقولوا ما يجب ان يفعلوه لذلك الذي لم يعترف بوضوح بالايمان الصحيح ولا في عنادي وسؤنيته لديه اي نيه لقبول فكر المجمع فكر المجمع اللي هو ايه الطبعتين أعلن رئيس الأساقفة أنه إذا رفض المتهم الاتفاق معهم فأنه يخضع للعقوبات المنصوص عليها في القوانين لكن الأرش من دريد أصر مرة أخرى على أنه مستعد لفعل ما كان يطلب منه الآن لكن بنود نطق الحرب المحرمش أبائي إنه مساوي لنا في الجوهر من طبيعتين قبل الاتحاد وكده لكن يحرم اللي بيقولوا اللي ما بيقولوش بطبعتين لا. في هذه المرحلة فلورنتيوس مرة أخرى كما يبدو بهدف تأمين إدانة أوطاخي. واجهه بهذه الأسئلة المباشرة هل تقول طبيعتين؟ شوفوا بقى الخلاصة في الأخر. هل تكون طبعتين ومساوي لنا في الجوهر؟ أخبرنا يعني كلمة إنه لو ما قالش بطبعتين يبقى مش مساوي لنا إيه؟ في الجوهر وده الإدعاء اللي اتقال عليه إنه قال إن جسده يعني إيه؟ آه لا طالما ما قالش طبعتين يبقى لغى الجسد خالص تلاش يربطوا دايماً ديب دي بدي وده الإدعاء اللي كانوا بيتهموا بالبابا وكيرلس وبيتهمونا بيد على طول يقول كم يبدو بهذا هل تقول بطبيعتين مساوي لنا في الجوهر أخبرنا هل تعترف بطبيعتين بعد الاتحاد تكلم وإلا سوف تدان الكلام ده السيلر اللي بيقوله مش أنا على فكرة يقول من خلال هذا التحدي القاسي على ما يبدو منح الأرش من دريد الفرصة ليعلن أنه احتكم إلى كتابات المبارك كيرلس والأباء القديسين والقديس أثناسيوس دعما لاعترافه قالوا لهم طب هاتولي كتابات القد... الآباء اللي فيها كده يعني من اثنين قبل الاتحاد وليس طبيعتين بل طبيعة واحدة بعد الاتحاد قال لهم كتابات الآباء أهي لو طبيعة واحدة بعد الاتحاد وطلب أن تتم قراءة كتابات أساناسيوس ولما كان باسيليوس ما طبعا ما استجابوش ليه ما استجابوش ليه ولما كان باسيليوس ما زال يأمل أن يستحس أو يستميل اوطاخي لقبول الطبيعتين برضو الكلام ده كلام سيلرز مش كلامي بدا ينبهه لاهميه هذا التعبير الطبيعتين كحمايه ضد الفكر الخاطئ فاذا لم تقل طبيعتين بعد الاتحاد فانت تقدم خلط ومزج أه سيلرز جاب أه قال كده في أستاسيوس وأورانيوس معارضي هيبة كان شديد التمسك بالإيمان الأرثوذكسي وكان على دراية تم بالدعات الشرقيين بخصوص المصالحة كان أستاسيوس يبدو موجود فحينما قرأت رسالة القديس كورولوس اللي هي بيقولوا إن فيها صيغة المصالحة فقال لهم ايه ان القديس كورولوس قضى حياته يوضح موقفه وما كتب لأكاكيوس وفاليريان وساكسينسوس يوضح انه ليس من الضروري ان نتكلم عن طبيعتين بل فقط طبيعة واحدة متجسدة للكلمة دي من سيلرز برضو المهم فلورنتيوس وجه له هل تقول طبيعتين ومساوي لنا في الجوهر اسئله مباشره لاوتاخي هل تعترف بطبيعتين بعد الاتحاد تكلم إلا ستدان أه دي فقره تاني بيتكلم فيها انه احتكم للقديس اثناسيوس والأباء قال من طبيعتين قبل الاتحاد لكن بعد الاتحاد ليس طبيعتين ولكن واحدة سيلرز بيعلق يقول ايه بقى انا جبت اقواله لكن هو في كل الاحوال خلق دوني يقول ايه يقول أوطاخي طلب قراءة كتابات اساناسيوس ومن هذه الكتابات الابوليناريه إن هم يقولوا الكتابات دي بتاع ابوليناريوس لكن البابا اثناسيوس والقديس كارلوس استخدموها بحسن نيه كده يعني بصوا بسطاء كان البابا سزج ومن هذه الكتابات الابوليناريه الطبيعه وحده لله الكلمه المتجسد. ان هذه الصيغه اي طبيعه وحده لله الكلمه المتجسد كتابه ابوليناريه منسوبه الى اثناسيوس وكيرولوس اقتبسها كصيغه أصلي اصليه لاثناسيوس يعني كرولوس خدها كانها لاثناسيوس اصليه لكن دي كانت بتاع ابو ليناريوس يعني لا كيرلس ولا ديسكورس ولا اثناسيوس فاهمين وجهابزت اخر الزمن بي لا دي ما كانت يعني ابو ليناريه بس هم استخدموها كده ايه اه هنا تعليقي بقى على سيلرز والوضع كده وعلى موقفهم ان هم رفضوا كتابات اثناسيوس سكرلوس اللي استشهد بيها اوطاخي فبقول وهنا بطريقه غير مباشره يصبح ليس اوطاخي فقط المدان بل الاباء الكبار اثناسيوس وكيرلس ايضا الذين اعتمد عليهم أطاخي في القول بطبيعة واحدة بعد الاتحاد مع الأخذ في الاعتبار أنه واضح من أعمال المجمع أنه لم ينفي مساواة المسيح لنا في الجوهر أطاخي يعني لم ينفي مساواة لنا في الجوهر ومن الجدير بالملاحظة هنا تدخل فلورونتيوس وهو شخص مدني موفد من الإمبراطور لحفظ سلامة الإجراءات لكنه تخطى حدوده في اتجاه مضاد لأوتاخي هتقول ربعتين ولا تدان انت ملك انت في تعليق من سيلرز على أوطاخي بيقول ايه بقى بعد ما خلص الحكاية يقول يجب ان نفهم أوطاخي بحق يجب أن لا نفكر في كلاهوتي متعلم، ومعد لمناقشة عقيدة التجسد بل بالأحرى يظهر كراهب بسيط قد ترك العالم، وأيضا ترك المسائل اللاهوتية ويعتبر أنه من الواجب عليه أن يتبع ما قد قيل بواسطة الآباء الأرثوذكس حيث أنهم خبراء في المواضيع الخاصة بالإيمان، ده حقيقي لكن هم مش قادرين على البابا دي سكورس فعايزين يقرروا حاجة من خلال مين اوتاخي واطاخي ما سقطش حتى الانسان البسيط ده بحسب الاجراءات اللي سمعناها ما خطأ قالوا لكنه اكثر من ذلك سيلرز بقى رجعت له تاني معلش انا بدخل في السكة كده لكنه اكثر من ذلك كان المدعى عليه اللي هو اوتاخي ماهر استطاع ان يتحمل اللعب مع حفنه من الاساقفه اجتمعوا معا في مجمع محلي وفي الاجابه على الاتهام بالتعليم المنحرف لم يستطع ان يعلن ايمانه ايمانه هو ايمان نقيه وافسس وانه كان تابعا في ايمانه المبارك كيرولوس وبجانب براعته كان مدرك انه في استطاعته ان يعني يستأنف القضيه الى شاغل الكراسي، يعني هو بيقول رغم بسطته ديت لكن كان بارع. ده شهاده مين؟ سيلرز اه. بجانب براعته كان مدركا يعني الاول استطاع آآ آآ ان يعلن ان ايمانه ايمان نقيا وافسس ونتابع تابع لكيرولوس. وكان مدركا انه في استطاعته ان يستأنف القضيه الى شغل الكراسي العظمى بالاضافه انه كان متاكدا من استطاعته في الاعتماد على تعضيد القوي ديوسكوروس وبالرغم ما كان الاخير معني جدا الاخير اللي هو البابا ديوسكوروس معني جدا فان رئيس المتوحدين خلي بالكم من الحكايه دي اللي هيقولوا عكس الحكايه سيلرز هقولها وهشرحها وبالرغم ما كان الاخير معني جدا فان رئيس المتوحدين اوتاخي لم يكن اكثر من اله في مباراه الشوط الاعظم ضد الشرقيين وبالفعل فبدا ان الاسكندراني اللي هو البابا ديسكورس الذي لم يرغب في أن يجد نفسه مواجهة بكارثة بكارثة تنازل غير متحفظ لعقيدة الطبيعتين من جانب مثل هذا الشخص البارز فأنه بترون رأى أن يأتي بأحوال إدانته في مجمع مكاني من خلال التعاون مع موظفي الإمبراطور الذين لاحظوا أو أشرفوا على الجلسات ولكن بعد ذلك فقط يمكنه أن يحصل على نصر عظيم على فلفيان ويعيد أطاخي بكرامة إلى مركزه وكأن القديس ديسكورس هو اللي عامل اللعبة ديت عشان يوقعهم وبعدين يدينهم لأنه هو بالفعل القديس ديسكورس أدانهم بعد كده لكن سيلرز هنا بمكره بيقول إنها كأنها لعبة من مين لكن هو العكس صحيح هم كانوا عايزين يستخدموا أطاخي كوسيلة لإقرار وتقنين آه وترسيخ الادعاءات الخاصه بصيغه المصالحه اللي بيدعوها ويقروا بالطبيعتين ويحجموا نشاطه او يخلصوا منه لانه كان عقبه وشوكه في ظهرهم في المنطقه هناك وبالفعل تم الحكم على عتاقي زي ما قريت لكم لكن لم يقل باي شيء مخالف اقر بان المسيح كامل في لاهوتي وكامل في ناسوتي انه مساوي للاب في الجوهر ومساوي لنا اللي هو عبر عنها مساوي لامه اللي هي من جوهرنا وانه من بعد الاتحاد طبيعه واحده واعلن تمسكه بايمان نقيا وافسس وتعليم الاباء انا هكتفي بكده النهاردة لكن الموضوع لسه له يعني مستمر آه نكمله ان شاء الله في مرات قادمة اكرر تهنئتي لكم مرة اخرى بعيد الصليب ونشوفكم بخير تفضلوا نصلي